أهلا بكم، معكم محمد عباس الباشا. إليكم قائمة أهداف دوري روشن 23 حتى نهاية الجولة 9. المقدمة يحتلها لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بعشرة أهداف، وهو معدل يناسب قيمة انتقاله التي أحدثت ضجة من مانشستر يونايتد مطلع العام الحالي. ننتقل إلى المركز الثاني الذي يحتله مهاجم الاتفاق الفرنسي موسى ديمبيلي برصيد 7 أهداف. ديمبيلي انتقل في صفقة ناجحة إلى صفوف الاتفاق في 26 يوليو 2023. إلى المركز الثالث في ترتيب هدافي روشن، ويحتله الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال برصيد 6 أهداف. ميتروفيتش الذي صنع لفريقه هدفين أيضا انتقل من فولهام للهلال في 20 أغسطس 2023. المركز الرابع حل فيه مهاجم الهلال الوطني سالم الدوسري ب6 أهداف. لاعب الفتح رقم 11 المغربي مراد باتنا يحتل المركز الخامس بعد أن سجل 6 أهداف وصنع 5 لفريقه في المنافسة. البرازيلي مالكوم أوليفيرا يحتل المركز السادس في ترتيب الهدافين حتى الآن بعد أن سجل لناديه الهلال 6 أهداف. وحل في المركز السابع مهاجم النصر اللاعب السنغالي ساديو ماني برصيد 6 أهداف. اترك توقعاتك وتعليقاتك أسفل الفيديو.